ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اجمد ريفيو لستاربكس، احسن لاتيه، وهنقول شويه كده تريكات عشان ما يتنصبش عليك جوه. يلا بينا. ده السمول، انت لو طلبت الميديا ما يجي حاجه قد كده. السمول كله بكام؟ 36 جنيه 32 جنيه ونص. تشرب للصبح تعالى بس. اكيد اي حاجه فيها كافيين مش هتقدر تكمل حاجه اكتر من كده. يعني ميزه ستاربكس ان كل حاجه في اي وقت طعمها واحد. في اي فرع هتطلب لاتيه سمول ريجولار عادي من غير اي فليفر، هو نفسه لو قعدت في اي مكان في مصر او في اي مكان. اما بقى لو رحت قعدت في كافيه عادي هتدفع فلوس كتير قوي، وهيتنصب عليك في فلوس كتير قوي، حاجات زياده قوي انت مش عارف بتحط فلوسك فيها فين. بالعكس انت قاعد في مكان لطيف لذيذ في اي فرن. ستاربكس ده مش اعلان، احنا بس بنقول ايه الفرق عشان تقدر تقعد على كافيه كويس بفلوس رخيصه ما تنصبش عليك. القهوه مظبوطه بالسنتي. اولا السكر انت بتحطه وما بيجيبوش القهوه، هو معمول من غير سكر عشان تظبط النص ده ونص. طعم الكافيه عالي جدا، ريحته غريبه. يعني انا لو قعدت تشرب مثلا في كوستا في بينوس في ستاربكس مختلف تماما، القهوه بتاعتهم غريبه بصراحه. كنا في ستاربكس، انتظرونا في فيديوهات تانيه جديده، وما تنساش سبسكرايب ولايك للفيديو. عايزين النهارده 20,000 لايك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الريفيوهات بتاعتنا في اي كافيه في مصر واي مطعم في مصر. عاصم وسام. ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنشرب نسكافيه. هنشرب نسكافيه. انت هتجيب لي ايه؟